أهلا بيكم في عربود وأهم الأخبار العربية والعالمية. من باريس تغطية خاصة لباريس فاشن ويك. فنان الأوبرا الإيطالي العالمي ناتالي دي كاليريس يعلن اعتزاله الفن من عربود. نادين سيبن جيم تنافس شادية في طريق. فيلم يجمع ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وصامويل جاكسون. استبعاد أيتن عامر من فيلم خلاويص. والفكرة الدعائية للفيلم هي بتتوقف على الأب وابنه. داليا مصطفى تخاف من عفاريت أحمد السعدني. في حاجات غريبة شوية. حصريا في عربود أحمد فتحي يطلق عام السلام مع روتانا. أغنية اتفقت أنا والشاعر على أن نصدرها في بداية العام. محمود قبيل يخرج من عزلته الفنية. نعمل فيلم مع بعض إن شاء الله. مساء الخير، وبنبدا حلقتنا الليله مع الفنان محمود قبيل واللي اختارته الروائيه هاله الخطيب لمحاورتها في ندوتها عن كتابها الجديد يا عمري. المعروف عن محمود قبيل هو حب النساء ليه، وللسبب ده اختارته الكاتبه هاله الخطيب عشان يقدم روايتها يا عمري. جيت علشان قريت الكتاب وحبيت الكتاب، بنشرف ليا طبعا ان انا اجي وأقدم هذا الكتاب اللي هو مكتوب بالقلب، يعني مكتوب بكل حب ومكتوب بالقلب، وغير كده بقى الأسلوب الرواية يعني لها أسلوب ربنا يعني دالها الموهبة إنها تشدك في كل سطر وفي كل كلمة هي بتقولها. غيابه عن الفن كان بسبب وجوده في أمريكا لمدة 3 سنين، وكان ممكن نشوفه بيمثل في هوليوود. لا، أنا ليه تجارب كتير قوي، يعني كونتاكت حصل قبل كده كذا مرة مع السينما الأمريكية، أنا ربنا ما وفقنيش إن احنا نتمم هذا العمل، بس كان في 3 مشاريع تقريبا. بيتمنى قبيل العودة للسينما قريبا بإذن الله، ما ياريت مع الأستاذ جميل راتب ربنا يديله القوة يعني، ونعمل فيلم مع بعض إن شاء الله. الرواية بتناقش حياة 4 صديقات بشكل واقعي، بتحكي قصتهم في الحياة وكيف إن كل واحدة ليها ظروفها ومشاكلها وحياتها، وبتتعرض لحياة المرأة المصرية وكيف ينظر إليها المجتمع في المواقف المختلفة. الفنان ليوناردو دي كابريو عن موافقته على الانضمام لقائمة أبطال فيلم جديد هيقدم فيه دور مسن عاطل عن العمل. تعالوا نشوف مع بعض. انضم النجم ليوناردو دي كابريو لمشروع فيلم المخرج كوينتين تارنتينو يلي حيتناول قصة مقتل الممثلة شارون تيت. الخبر أكدته مجلة فرايتي الشهيرة وكمان موقع IMDB العالمي المهتم بالسينما، ويلي أضاف اسم ليوناردو دي كابريو ضمن قائمة فريق العمل الفيلم، ويلي موجود فيها اسم مارجو روبي ضمن الأسماء يلي بيتردد انضمامها للفيلم بصورة كبيرة، غير أسماء تانية مثل سامويل أل جاكسون وبراد بيت يلي بعد ما تأكدت علاقتهم بالفيلم رغم دخولهم ضمن ترشيحاته من شهور. المشروع الجديد لتارنتينو رح يكون هو التعاون الثاني يلي بيجمعه بدي كابريو من بعد ما قدموا مع بعض فيلم جانجو انشيند عام 2012. وعلى عكس التوقعات بأداء دي كابريو لدور تشارلز مانسون بالفيلم، إلى أنه مجلة فرايتي قالت أنه حيقوم بدور ممثل مثن عاطل عن العمل. وبتدور أحداث الفيلم بلوس أنجلوس عام 1969 عن مقتل الممثلة شارون تيت على يد عصابة المجرم الأمريكي تشارلز مانسون، وهي بالشهور الأخيرة من حملة.
مشاركة ديكابريو بالفيلم رح يكون تحدي كبير جدا لأفلامه من بعد فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم The Revenant. بعد الفاصل. أحمد عيد ينافس رامز جلال وحسن الرداد. موقف اجتماعي بيحصل ما بين أب وابنه صغير. مشاريع غير فنية تخطف نادين سيبنجيم. السوبرانو الإيطالي العالمي ناتالي دي كاليريوس يعلن اعتزاله الفن من عربود. من باريس تغطية خاصة لباريس فاشن ويك. جنات تفضل سميرة سعيد على أسماء المنور. سميرة سعيد هي فنانتي المفضلة وأيضاً وكنشوفها دايماً في مصر. حفل جماهيري الضخم أحياء السوبرانو العالمي ناتالي دي كاليريوس في دبي واللي فجر فيه مفاجأة من العيار الثقيل خلال لقائه معنا. محطات كبيرة في حياة ناتالي آخرها دبي، واللي خطفت قلبه كان ليه أكتر من سبب لتواجده فيها. First time in Dubai, it was very, 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 how do you say, I watch something for the future. وبعد كل التاريخ الكبير لناتالي، إلا إنه فاجأنا بصدمة كبيرة وهي إنه اعتزل الغناء. Now I am in the perfect situation for to be other opera singer for other maybe 10, 15 years. But my heart said it's time to say stop. I need to stay here. I need to build something. And for this reason, I opened a company here. The name is Classica Music Event. ناتالي بيمتلك تاريخ لأكتر من 30 عام اشتغل من خلالهم في كبرى المسارح الإيطالية والأجنبية. فمن بداية عام 1983 وهو بيتعاون مع أشهر المخرجين والمنتجين المشهورين على مستوى العالم، وأبرز أعماله كانت عروض سندريلا ودون جيوفاني على مسرح ماسيمو باليرمو بإيطاليا. Beautiful memory of the Sydney Opera House, but in Sydney I really lost my heart because it's an amazing place, the people and the atmosphere. وبالرغم من كل نجاحاته الكبيرة في الأوبرا، إلا إنه ما خططش في البداية إنه يشتغل في هذا المجال. I remember I was 20 years old. I met one pianist who was the chorus director, and I was in love for the sister of him. After 1 month, I was in the chorus too, no? And I was immediately crazy about this new world. واليوم اختار الشرق الأوسط لنقل خبرته بالتدريس وتكون دبي مقره الجديد. I really want try to have opera singer from Emirates, because it doesn't exist in the world, one opera singer from Emirates. خلاويص من الأعمال اللي بتنافس بقوة، خصوصاً إنه عودة جيدة لبطل أحمد عيد بعد غياب. التفاصيل في التقرير اللي جاي. ردود أفعال قوية أثرها فيلم خلاويص للفنان أحمد عيد والفنانة أيتن عامر بعد أول عرض ليه في السينمات. اسم المتهم علي حسن علي حجاز. وبكلمات بسيطة كشف أحمد عيد عن فكرة الفيلم. موقف اجتماعي بيحصل ما بين أب وابنه صغير.
تجربة مختلفة، في ضحك بجد وفي موضوع بجد وجريء. أعتقد أن الناس لما تدخلوا إن شاء الله هتعجب قوي بالفيلم. تعاون جميل جدا وكل الناس متعاونة وكل الناس اجتهدت في أدوارها وإن شاء الله يبان على الشاشة. رحتي فين يا علي يا أبوك بيدور علي بالزمة اسمه كلام. إيه سبب غياب آيتن عن أول أفيشات الفيلم؟ الفكرة البيعية للفيلم الأول أو الفكرة الدعائية للفيلم هي بتتوقف على الأب وابنه، فكان لازم ده ينزل الاول وبعد كده بينزل الافيش الجماعي طبعا يعني. اما مفاجاه الفيلم فكانت طفل ادم اتفرجوا على الفيلم وهو هي وانت هتعرف انا علي وده بابا وماما ماتت وده جده ودي زيتا وكلنا بنلعب خلاويص. سلام معانا يا عمو وعلى امل يا حسن هو اللي هيعمل حاجه بنزع عليها البامبرز من سنتين. انت عملت ايه؟ وانا كنت بلعب خلاويص هنا. وايه سر كلمه خلاويص؟ خلاويص دي لعبة احنا كنا بنلعبها زمان. هل اللعبة دي انتهت ولا مستمرة؟ وهل لو حد اتعرض لأي ضغوط يسيب البلد ويهرب ويمشي ولا يفضل مكمل فيها؟ لكن أحمد حاتم خضنا لما قال هو بيشتغل فين. دور طارق هو شخص شغال في جهاز سيادي في الدولة. طارق بيتعرض لمشكلة اللي هي عقدة الفيلم بتحطه في اختيار، يا إما يمشي ورا ضميره والضميره بيمليه عليه يا إما لأ. أما الفنان أحمد فؤاد سليم فكشف لنا عن رأيه في التجربة. أنا الأول مرة أشتغل مع أحمد عيد وأول مرة أشتغل مع خالد الحلفاوي كمخرج، فأنا بسجل إن أنا معجب بيهم هما الاثنين وسعيد إن أنا اشتغلت معاهم. وقابلنا كمان ضيوف العرض الخاص. أنا جاي النهاردة عشان أهني وأبارك يعني للناس وبتمنى لهم ان هو الفيلم ينجح ويكسر الدنيا باذن الله. ببارك طبعا لاسره الفيلم كلها بس بالاخص النجم احمد عيد وايتن عامر لان هم اصدقاء شخصيين ليا وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والنجاح والفيلم يعني ان شاء الله يكسر الدنيا كده والناس تتفرج عليه. بعد الفاصل عربود حصريا في كواليس باريس فاشن ويك. مفاجأة تجمع بلقيس مع والدها أحمد فتحي. احتفالات فنية خيرية أنا وبلقيس. نادين نجيم تنافس نيكول سابا في رمضان. داليا مصطفى تكشف المستور في حياتها لعربود. كان معروض عليا فترة من الفترات كذا فيلم. جنات عائدة بقوة إلى الفن. ألبوم غريبا هي كنت نشر أغنية. حصريا من باريس حيث يتواجد الزميل بلال العربي لتغطية باريس فاشن ويك واللي بدأ أول أيامه بالعروض الرجالية، وجبنا لكم النهاردة من هناك كواليس عرض بيرلوتي. I like the idea of a quiet man, serene, cool, collected, yet standing on his own two feet. كانت هذه مقولة هايدر أكرمان وهو المدير الإبداعي لدى بيرلوتي والتي ألهمته لتصميم مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2018-2019. بالفعل انعكست على المجموعة التي تميزت بالفخامة والتفاصيل الغنية والسلسة في الوقت ذاته. فالجاكيت تنوعت بين أقمشة النايلون الجلد الطبيعي وكلها مصنوعة بالطبع يدويا وبطريقة لا تثقل الكتف، واستبدل فيها التبطين بأقمشة الكشمير ودون خياطة واضحة كي يتمكن الرجل من ارتدائه على الوجهين. أيضا شفنا الكشمير الياباني والذي صنع منه سترات غير تقليدية، أما لمسة الفلفت على السترات والسراويل وما زالت موجودة في المجموعة الجديدة، وتنوعت الألوان بين الأبيض الكامل أزرق الفاتح والأورنج والبربل. أما الأكسسوريز فهي بالأساس الـ DNA بتاع بيرلوتي اللي تخصص في الأحذية والشنط حتى سنة 2011. عرضت في هذه المجموعة حقائب مناسبة للويكند وأخرى كلاتشز تنوعت في صنعها بين جلود العجول والتماسيح. كما أصدرت بيرلوتي حذاء جديد سمي بأليساندرو أوكات وهي عبارة عن أنكل بوتس من جلد التمساح. في الفا
الفرونت روز كان هناك عدد كبير من المشاهير مثل إيزابيل أوبير، تيموتي تشالاميت، ماريسا بيرانسون، وكان بينهم أيضا الفنانة وعارضة الأزياء الفرنسية الجزائرية فريدة خلفة، واللي كانت لها آخر مشاركة في الوطن العربي من خلال برنامج Project Runway مع مسيو إيلي صعب. Expérience avec Monsieur Eli dans son show, c'était bien. Fantastique d'avoir une figure de proue comme ça. Voilà. Adair Ackerman, ça vous dit quelque chose? J'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait chez Berluti. Je trouve que c'est très innovateur. J'adore lui, ses vêtements et c'est un ami, un grand ami. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Farid. Merci. تعتبر داليا مصطفى انها سعيده الحظ العام اللي فات والسنه دي بدات بدايه ممتازه مع نجاح مسلسلها الكبريت الاحمر واللي بيحقق نسبه مشاهده عاليه. انت لازم تجيبي حد هنا يحسن لكم البيت ويقرا عليكم القران. كواليس كتير حصلت خلال تصوير الجزء الاول والثاني من مسلسل الكبريت الاحمر، وبما ان المسلسل رعب فاكيد كانت الكواليس مرعبه. في حاجات غريبة شوية من وجهة نظر بعض الناس ومش لقينا لها مبرر، بس أنا مش بحاول أقنع نفسي إنه إيه ده بجد ده ممكن يبقى كده. بس حصل مرة في الجزء الأول إن إحنا الكتابة اللي عند الحمام بتاع أحمد باللغة بتاعتنا إحنا في التصوير البوية سيلت، هي بوية سيلت يعني عملت كده نزلت، فالراجل بتاع الاكسسوار مسحها كده واتمسحت عادي جدا مفيش اي ازمه، وبعدين جايين نصور تاني فالراجل اتكلم يا جماعه البويه بتاعتكم ما بتتمسحش. هو الجن ممكن ينزل بني ادمين؟ شمس طلع عفريته على معتز. الجن قد علموا بنكرانك لوجودك. وواضح جدا ان اجواء التصوير ما كانتش سهله على احمد صلاح السعدني. هو احمد على طول بيترعش. احمد ايه؟ حياتي احمد بيخاف شويه وعنده اعتقادات انه الحاجات دي بالفعل موجوده، السعداني بيقول لا او ازاي ولقوا في حاجات كده فبتسهبل يا احمد ما فيش العبط ده طبعا. فكان وقتها كان سيف يوسف كان المخرج فسيف معايا اه طبعا يا داليا ايه العبط ده ومش عارفه ايه، فتك راحت كان باظ واحد وقع جنب قعدنا انا مت طبعا الموضوع ده جيب معايا ضحك. مش معقول هكتب في التقرير بتاعي ان سبب الحرائق جن. الجن موجود في القران. اللي كانوا ساكنين البيت ده من الجن العصار. وقالت لنا داليا عن اسباب ابتعادها عن السينما واعمال رمضان. السينما انا كان معروض عليا في فتره من الفترات كذا فيلم، ولما انا شغلتنا تحديدا لما انت تقعد تقول لا 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 كتير فلا ديت بتقعد في البيت. لا كان عندي حاجتين السنه اللي فاتت في رمضان بس ما قبلتهمش. عندنا مشاكل انتاجيه قويه جدا السنه دي، يعني محدش فاهم حاجه، محدش عارف هيبيع لي مين. الموضوع صعب شويه. لازم اعرف الحريقه دي من وراها وبيعمل كده. مش يمكن اللي ورا ده كله بني ادم عايز يدمرك؟ انت في كابوس يا معتز، كابوس ملوش حل. بعد الفاصل. احمد فتحي يعلن عن تعاونه الجديد مع روتانا. الاغنيه الجديده عام السلام. عرب ودي يواكب عوده جنات الى الغناء بعد الزواج. البوم غالبا هيك كنت نشر اغنيه. نادين سيبن جيم تراهن على نفسها بعيدا عن تيم حسن. تبدأ روتانا للصوتيات العام الجديد بنشاط واضح، فكلنا في انتظار ألبوم أنغام المرتقب. وكان لنا لقاء حصري مع الفنان أحمد فتحي واللي أنجز أغنيته بعنوان عام السلام. كنا في منزل واستوديو الفنان الكبير أحمد فتحي أثناء تحضيره لآخر أغنياته واللي عرفنا كل تفاصيلها وإحنا جوه الكواليس. أهلا بكم وروتانا الشركة العزيزة علينا. أنا طبعاً أنتمي لروتانا من سنين طويلة. الأغنية الجديدة عام السلام، اسمها كده عام السلام لأنه عانينا جداً من سنة 2017، سنة وحشة الحقيقة.
على الناس كلها مش كويسة. واللي كان ورا الأغنية دي ما كانش الفنان أحمد فتحي بس، لكن الجمهور ومحبيه كانوا السبب الأكبر عشان الأغنية دي تطلع للنور في بداية 2018. عام السلام هي أغنية اتفقت أنا والشاعر على أن نصدرها في بداية العام. استفتينا الجمهور حقيقة من فترة أنه يعني كلهم بيقول لك 2017 عانينا منها كل الناس. نعم طيب، ما احنا حاسين واحد من مشاعره التلقائية انه 2018 هتكون افضل. قالوا طيب ترجم هذا الى عمل فني، قلنا خلاص. وحصريا حضرنا مع الكورال التسجيل الاول. وهو كمان بيستعد لحفلته في إيطاليا، ودي هتكون المرة التانية اللي هيتعاون فيها مع أوركسترا أجنبية من بعد تجربته الأولى في احتفالية نوبل للسلام العالمية. أنا دي إن شاء الله عندي في فبراير 7 فبراير أوركسترا سيمفوني إيطالي كله ما فيش عرب خالص غير المايسترو أحمد عاطف اللي هيكون معي، وهنعمل الحفلة دي في روما. The brilliant musician from Yemen. Please welcome Ahmed Fati. سلام 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 يا رسول السلام. بعدها طبعا عندي مشاريع تانية، عندي إعداد لأغاني يعني أعدها الآن. قبل كل حفلة في تفاصيل كتير ما بيفوتهاش، وده اللي قاله لنا عن حفلته اللي جاية في مصر. هنعمل حفلة فين لسه ما حددناش، احنا كل سنة بنحدد المكان اولا، لازم يكون مكان مرموق، والقادم هنبدا نحدد القاعه فين والاوركسترا والاعداد، لانه احنا في الاوبرا اشتغلنا ب 80 عازف، في الصوت والضوء تجاوزنا ال 100، يعني احنا بنطور الامور. أنا عندي نشاطات الآن في مصر، احتفالات فنية خيرية أنا وبلقيس، بنتي بلقيس. نادين سيبن جيم تستعد للموسم الرمضاني بمسلسل طريق مع عبد فهد بعد انسحابها من الجزء الثاني من مسلسل الهيبة وإسناد البطولة لنيكول سابا. بنتمنى لك كل التوفيق يا نادين. النجمة نادين سيبن جيم مشغولة بمسلسلها الجديد طريق، المأخوذ عن رواية للأديب المصري نجيب محفوظ ومن إخراج رشا شربتجي. المسلسل بيشاركها بطولته النجمة عابد فهد في تاني تعاون بيجمعهم بعد تجربتهم في مسلسل لو. لو غمضت عيني ومشيت لا طلعت فيه ولا حكيت. نادين كتبت تغريدة عبر حسابها في تويتر قالت فيه إن المسلسل صعب لكنه حلو، وكل تفصيلة فيه بتحكي قصة وتخبي وراها أسرار. سامحيني على الأسوي سالف مجبور هلأ وقف مع جروحي طرف. ورغم صعوبة المسلسل وانشغال نادين بفعاليات فنية مختلفة، لكنها زي ما قالت عن نفسها هي أكتر شخص بيحب يعيش ويتبسط بأي مكان وتحت أي ظرف. نادين
اللي اطلت علينا في رمضان الماضي بمسلسل الهيبه مع تيم حسن، وتم استبدالها في الجزء الثاني بنيكول سابا، اكيد بتتمنى النجاح لعملها الجديد طريق وتكوين ثنائي ناجح مع عابد فهد للمره الثانيه على الشاشه. يا ريت بيوم اللي اختلت صدقت زنوني وحكيت ولو ما ألف مبروك جنات عودتك للفن بعد طول غياب، وألبومك الجديد المصري المغربي اللي كلمتينا عنه، تعالوا نشوف التفاصيل. لأول مرة بنقابل جنات في المغرب خلال مشاركتها في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين. وبشكل خاص اختارت جنات انها تتكلم باللهجة المغربية. دايما كنشوفكم في مصر وكنشوفكم برا المغرب، اول مرة كنتلاقاو في المغرب وفرصة نهضر بالمغربية. نقولها بصوت عالي مغربية يا صحراء. دي جي فان مختلف، هادي ما بدون شك انه مختلف، ودايما كيبين يعني شي حاجة كيبين الفنان بواحد الشكل أول مرة يظهر به للناس، وغالبا أعماله كتلقى النجاح لأنه متجدد. في القمة يا بلادي في القمة، يا أحلى ماما أفريكا. ورغم قلة نشاطها على السوشيال ميديا إلا أنها شاركت جمهورها بمقاطع فيديو وصور لفرحها على انستجرام. يلا غني وافرح، يلا يلا هي ولا وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن العرب، وده كشف عن علاقتها القوية والطيبة مع الفنانين. علاقتي دائما بالفنانين المغاربة أو المصريين اللبنانيين خليجيين، كل علاقتي بيهم ممتازة الحمد لله، وكنبغيو بعضياتنا كنحتارمهم. ويا ترى مين أقرب الفنانين ليها؟ سميرة طبعا، سميرة سعيد هي فنانتي المفضلة، وأيضا وكنشوفها دايما في مصر. وجهت رسالة للديفا سميرة سعيد بمناسبة عيد ميلادها. كنقول لها كل عام وانت بألف خير ومتألقة وناجحة دايما. عايش حياتك، عايش حياتك، فرح قلوب الناس معك. ومع بداية سنة جديدة بتستعد جنات لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية. ألبوم غالبا هيكون 12 أغنية، الاختيارات بدينا تقريبا هادي عام، من دابا شهر ان شاء الله غادي نكونوا كنسجلوا في الاستوديو، غالبا غيكون مصري مغربي. يلا يلا يلا. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، ما تنسوش تتواصلوا معانا على حساباتنا سوشيال ميديا او روتانا.net. شكرا للمتابعه، استنونا بكره.